نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. مع سمحت شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم معينينا. بالما اونو دون اكسلنت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقة اليوم الأربعاء باش نحكيو على متلازمة داون، كيفاش نجمو نتعاملوا مع الصغيرات هذوم، كيف باش نحكيو على حاجة مهمة اللي قلقت برشا توانسة، حكاية الفري باسكو باش يقصوه باش ينحيوه، شنو باش يجرى بالضبط ولا شنو المشكلة الحقيقية نتاع القطاع الفريب. خليكم معنا، ما تبدلوش القناة، ما تبدلوش البرنامج، ومع بعضنا جمهورنا العزيز ونقولوا للزوز بنيات هذوما محلاهم بونجور. بونجور، شحويكم؟ صباح الحمد لله. نصبح على السادة المشاهدين كما كل يوم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وخفيف وبنين، واستنوني من بعد في غوسي ستايل اليوم سبيسيال ماريي اليوم وغدوة إن شاء الله. اليوم باش نبداو باللي روب دو فيانساي. فاطمة صباح عليكم، صباح على السادة المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا في الماتينال على التاسعة من كل تراب الجمهورية حتى من خارج تونس. فاطمة قاعدين يشاهدوا فينا، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم خير وخميرة عليكم وعلى الناس اللي تحبوهم. دونك تسنوني بعديك شوية في روبريك عجيبة غريبة، وربي لا تنحيو لنا الفريب. باهي برشا، نشوفوا بعد شنحوا لنا. بيدي راه عندي روبريك جديدة إن شاء الله تبدا اليوم، اسمها علاش مش في تونس. خليكم معنا ما تبدلوش باش تعرفوا لي روبريك نتاعنا كلها شنو يحكيو. أما نعرف انتم فاش تستناو في لي شيف، فاش قاعدين يحضروا. صباح الخير لي شيف. صباح الخير، نهاركم زين. وعلاش مش في الكوجينه؟ ناوي نهاركم زين ساده المشاهدين. صباح الخير البنات، صباح النور، نهاركم مبروك وزين الناس الكل. يا عايشاك، اش عندك اليوم يا فاتن؟ اليوم عندي كسكسي بالصوبيا، اخترت باش نعمل كسكسي بالصوبيا المحشيه. ايوه بنين برشا كيما الكالامار وكل، مي بنين برشا. وباش نعمل سلطه بالبسباس والطماطم، كروديتي مع الحاجه، كروديتي مع الكسكسي. حفله يعني؟ اي حفله، هوني وغادي وعندك ان شاء الله برشا خيرات. وعندنا منتوج جديد دو كريم، نرحبوا به ونرحبوا بمنتوجاته. باليت واسعه وكبيره للي مغرومين بالباتيسري. انا ما نكذبش عليكم، من الحاجات اللي مستانسه بها ونخدم بها ونسلع معناها نقضي منها، متميزة برشا، سلعة نظيفة. واللي مغروم بالباتيسخي هي تسهلوا كل ما هو صنع حاجات يغزر لهم في الفترينة ويحب يعملهم في الدار. إذا كان تحبوا تنجحوا فيهم عليكم بلي برودوي دو كريم، وانا نأكد لكم نجاح لي روسيت والحاجات المتميزة اللي باش نعملهم مع بعضنا. انا اخترت اليوم باش نعمل لي كوب كيك، باش نخلط لي كوب كيك، باش نطلع لكم كريم او بور قدامكم، نوريكم كيفاش طلع الكريم او بور وكيفاش نخدموها مع بعضنا وكيفاش نزينوا لي كوب كيك بالمنتوج هذا اللي عندنا جديد. بالطبيعه ما ننساوش اللي الباز نتاعنا هي سمارت شيف فيرينا ورده، هذوك لاباز تاع خدمتنا بلوس لا غارنيتور دو كريم. اي لانسيو مع بعضنا ان شاء الله لو بروغرام جديد. ميرسي لي شيف، يعطيكم الصحة. نشوفوا مع بعضنا السبوت الخاصة بالما ونشوفوا لي كوتشز اش محضرين. مي بالما، مي منبع طبيعي، ريش ان مغنيسيوم اي ان كالسيوم. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان.
عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، معكم امير بيبسي كوتش في بيبي جيم. دونك اليوم جبت لكم ليكيب تاع بيبي جيم باش نوريكم اكستريم تاع بودي كومبا. شانسون هذه هي 8ème شانسون كومبا 44 اللي هي بو موا هي احسن شانسون تعملت في البودي كومبا اللي هو بي كارديو نيميرو 3. اوكي علي ميوزيك بليز، اللي في ديارهم ينجموا يتابعونا. موسيقى فيها برشا انرجي، دونك حاولوا ركزوا معنا شويه شويه فوليوم بلي. علي فيها دوات changer à gauche, jambe droite en avant, double uppercut, right left, one and two, les hypercutes, c'est des mouvements ascendants pour viser le menton de l'adversaire. Maintenant, engagez vos bassins, twistez vos genoux à l'intérieur, combinaison, deux-deux. Deux à droite et deux à gauche et quatre jets. Sur les jets, les pointes vers l'extérieur. Les genoux souples. Pour amortir le choc au niveau du bas du dos. Maintenant, calmez-vous. Jab. What? What? Easy jab. C'est notre phase de récupération active. Donc, restez compact, activez les abdos et envoyez. Levez vos genoux avant pour plus d'intensité. Du jab, préparez-vous. Jab cross, right left. Focalisez-vous sur l'alignement et la précision. Niveau 2. Envoyez les épaules, cherchez plus loin. 3, croisez en bas. Ouh. Balancez avant arrière. Allez, prenez les cartes. 2 à droite. 1, 1. Les amis, est-ce que ça va? Ça va? Yeah. À gauche, double, uppercut. Left. Les hypercutes, les épaules vers l'avant et pensez de twister le maximum. Come on. Ciblez. Cherchez plus loin. Plus loin. And on rajoute les jacks. 4 jacks. 4, 3. Good job everyone. Activez les abdos. Engagez vos dos. Lâchez le maximum. Juste jab. Jab. Easy work. Respirez bien. Et soufflez au moment de l'effort. Ici. Maintenant, levez vos genoux avant pour plus de force et puissance. Attention, le pic cardio maintenant, jab, press, 1, 2, 1, quand j'ai dit go, vous avez appuyé sur l'accélérateur, go, eight, seven, four, three, avant arrière. Now I can breathe again. I call your name, my friend. Allez, cœur, deux, deux. I hold you close. Deux tiers. Attention. Deuxième combinaison arrive. Combat. Quatre rips. Deux uppercuts. Quatre rips. Et deux uppercuts. Quatre rips. Et deux uppercuts. Les rips. Pour cibler les côtes de l'adversaire ou bien l'estomac, les uppercuts, montant, cherchez plus loin, levez, one, now, go, et on rajoute, oui, jab cross, one, two, down, hop, les amis, écoutez,
maintenant exagéré, mais c'est percute. Down, down. Hop. Non stop, c'est pas fini. Down. Big, big. Come on. Plus de force, plus de puissance. Calm down. Big. Utilisez vos jambes. La dernière. Plus fort. Écoutez ça. Jeff Cross. Easy. Les jets. Serrez vos poings. Poignée vers l'intérieur. Double à droite. One. 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 Avancez. Préparez-vous. True power. One. One. Manquez vos talents au sol. Pour plus de stabilité. One. Two. Poussez, tirez. Poussez, tirez. Come on, team. We have two more. Jab cross. Right left. I want you. Yes. Préparez-vous. Accélérez. On cherche le chaos. Envoyez le maximum. And 4, 3, right, left. Easy work. On passe l'énergie. Focus. Focus sur les abdos maintenant. OK. Power. Les amis, envoyez et après tirez. Tirez. Come on, come on, come on. Sentir l'exercice. Cherchez votre maximum. Votre maximum. Now, jump. I want you. Regardez ça. Regardez la différence entre niveau 1 et niveau 2. Now. Come on. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Four. Six. Yeah. Woo. Bravo, bravo, bravo. Avec une huitième chanson, Body Combat 44. Inch'Allah, tu as comme l'ambiance. كان عجبتكم لامبيونس تجمو تجيو بحضنا في بيبي جيم تلقاو الكورة ذي 5 فوا بار سيمين مرحبا بكم الناس الكل على بروشين ميرسي لي سبورتيف تاوي كنشوفوا الفقره اللي تعودتوا عليها اللي هي فقره زميلتنا منى الحرزي بامضاء ليبرتا فواياج اللي هي رحله مؤتمر ليبرتا للاسفار والسياحه حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا ملا احنا توا بعد ما وصلوا المعتمرين بعد رحله طويله شويه من المدينه المنوره بعد ما طلعوا في فندق سويس اوتيل المقام وارتاحوا في الغرف نتاعهم وخذوا راحتهم والكل توا هما مستعدين باش يتوجهوا مباشره باش يقوموا بالمناسك العمره نتاعهم في الكعبه الشريفه نحن توا باش ندخلوا باش نعملوا العمره نتاعنا لانه برشا ممكن يلتزموني انا نحب الناس الكل تلتزمني كيفاش باش يلتزموني اذا كان ما نلتزموش بعضنا الناس الكل ويتبركوا ناخذ واحد ماشي كيلومتر وناخذ من هذيك برشا ما يلتزموني هذيك تتسمى سيكوريتي لا بيان في ويعطيهم الصحة يحطوا صف رجال على اليمين صف رجال على اليسار صف رجال من تالي وصف رجال من قدام ونساوي كله في الوسط اريزون وانا ما ادري حتى نبداو كومبلي ولاباس والحمد لله ومشات الامور على احسن ما وراهم ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك انا اول مرة نعتمر جيت معايا خالتي 68 سنة دخلنا ديريكتمون للحرم عندنا كان في الحجر الاسود باش نقولوا بسم الله والله اكبر
ونخضر على يسارنا. شفتوا الضوء الأخضر هذاك؟ كي نوصلوا لغاديكا ندوروا على اليسار تنلقاو الحجر الأسود. نهزوا يدينا ونقولوا بسم الله والله أكبر. اللهم زد بيتك تشريفا. اللهم زد بيتك تشريفا. وتعظيما. وتعظيما. ومهابة. ومهابة. ورفعة. ورفعة. وبهاء. وبهاء. سيكوريتي الحمد لله ما ضعناش بالكل، كلنا مع بعضنا والدعاء ما شاء الله. عندنا المطوف سمعناه بالقدا بالقدا، الناس الكل تعاود بعده، ما لقيناش حتى صعوبه. ورغم ذلك بقعه الطواف معبيه ما شاء الله. دي تكنسيان يعرفوا شو يعملوا، الرجل يتلها يمين ويتلها يسار، ومام تو معناها هو المرافق، معناها احنا باش نعاودوا وراه يتكلم واحنا نعاودوا راح ويتلها بالناس امام تو ماهوش وحده وباه فما شكون معاه. تخيلت حاجه كبيره ما تنجمش تتصور اللي تخيلته. كان كانوا باب الجنه تحل قدامي، حاجه ياسر تاثرت ياسر ياسر، معناها باللي كنت باش نستخايل روحي باش نشوف الكعبه باش نور نور نور، المكان كامل نور، هو المكان اللي وين الكعبه كامل نور، معناها تحس في احساس غريب غريب جدا. ذكرت ياسر حوايج، ذكرت يوم القيامة، ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا هكا دايرين بيا وبحذايا والدي وخالي والمرحومين والكل كل هكا، تخيلتهم الكلهم بحذايا كانوا يوم القيامة. كان حاجة كبيرة ما نجمش نوصفها لك معناها. رفع الأكف إلى السماء كأنما يوم الحساب أتى وكان لقاه، ورؤوسهم نحو العلا مشدودة، وعيونهم ترنو إلى علياه. من بعد ما نعملوا الطواف نتاعنا نقولوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم نتعداو نصليو ركعتي الطواف، ومن بعد نهزوهم يشربوا من ماء زمزم، ثم ننتقلوا بعد ذلك إلى جبل الصفاء باش نبداو نكملوا الركن الثالث اللي هو الصفاء والمروة. يكاو ما يمشي على قد الناس اللي موجودين على قد المشي نتاعهم، ما فماش واحد، فما شوية هرول اللي نجم يهرول في الأماكن اللي لازم فيها ترويل، اللي ما نجمش يهرول ماهوش فماش نسيستي معناتها باش يهرول ينجم يمشي على قد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. محضره كتاب نتاع دعاء بقول اللي في قلبي ونحاول نقرا منه كتاب الدعاء. زوجي والاحفادي والعائلتي والاحبابي واللي ميتين والوالدي والامي والخالي المتوفي والبرشة برشة خوالي والجدودي والكل والصغاري. أجسامهم مخضلة بدموعهم، والكل يبكي يبتغي رحماه، في نفرة نزل الحجيج إلى منى كيما يجب ذنوبه وخطاه. بعد ما نكملوا الركن كما قلنا الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة، عندنا الواجب اللي هو الحلق أو القصر. نهزهم الكل مع بعضنا، بالنسبة للرجال النساء طبعا يقصوا شعراتهم في الغرف متاعهم، نفهموهم هذايا ويكونوا على دراية وعلى علم. نهزوا الرجال الكل كيف كيف للحلاقة، عن الحلاقة تحت الفندق متاعنا، الكل يحلقوا بعد نروحوا بهم مجموعة كاملة ونكملوا الحمد لله العمرة. تروح الناس كل فرحين، أنا متوفى لكن معايا زاد مرافقين الإخوة اللي هم قايمين بالإحاطة، يبدأوا يرحمونا على ودينا. والله العظيم نبدأوا فرحين ما شاء الله، التعب متاعنا نساوه، ما عادش نحسوا بالتعب، لأنه نحن كي نشوفوا الوجوه يعني فرحة ما عادش التعب متاعك تنساه، وبالعكس هم باش يقولوا لنا بعد نهارين نحبوا نعاودوا عمرة، نقول لهم الله يبارك ونعاودوا بهم العمرة وكيف كيف فرحانين. وهذا اللي خلانا الحمد لله ديما الامور الروحانيه تتجدد عنا، التعب ما نحسوش به لانه استانسنا بكل صدق. مادام انت تضحك وفرح وما نخليكش تتغشش، وما يروح حتى معتمر متغشش، وهذا الحمد لله الشيء اللي خدمناه لقيناه
وربي يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بملابس الإحرام جاءوا كلهم ودعاؤهم لبيك يا الله، ففقيرهم وغنيهم وذليلهم وعزيزهم لا يسألون سواه، وقد استوى بأميرهم محكومهم، فجميعهم لا يرتجي إلا هو. رفعوا الأكف إلى السماء كأنما يوم الحساب أتى وكان لقاه، ورؤوسهم نحو العلا مشدودة، وعيونهم ترنو إلى علياه. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرين في مم معينينا. هذه كانت رحلة معتمر إمضاء ليبرتا فواياج. احنا تويك باش نحكيو على المعضلة اللي المشكلة الكبيرة اللي صايرة في تونس، حكاية الفريب. هذاك علاش معانا سي حسام منصري، ممثل عن الغرفة النقابية لمؤسسات الصناعية للملابس المستعملة والغرفة النقابية لتجار الجملة للملابس المستعملة. صباح الخير سيدي. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. مرحبا. الحمد لله. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. الفريب جو باهي؟ إن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس. أنا باش نعرفوا أكثر معلومات ما قبل نرجع بحذا لشيف. مرحبا مرة أخرى فاطمة، مرحبا بضيوفك. فاتن هاي قاعدة تحضر فيها الكسكسي اللي بالسوبيا المحشية. شنو كيفاش باش تعمل؟ توا باش نركب الصوص نتاع الكسكسي. أيوه. باش نصب الزيت زين. وحطيت عليه الماء الحمص والبصله قصيتها على 4 باش نفوح الصوص نتاع الكسكسي. وحضرت هوني اونترتان السوبيا بيان سور، نغسلوها ونغسلوها مليح. وخذيت السوبيا كعبتين سوبيا لصقهم هكا مع بعض، كعبه منا وكعبه منا، ونخيط البورتور نتاعها ونخلي شويه هوني كيما العصبه باش نحشيه بالحشو نتاعو. وكل التناوش نتاعها هذوك اللي هما كالصوابع ومتاحة كل قصيتهم تروف تروف، ودوب مصمتهم في شوية ماء وصفيتهم. هذوما باش نحط بعد نوريكم كيفاش باش نحشي الصوبيا. توا باش نفوح الصوص متاع الكسكسي اللي هي باش حطيت فيها بصل وحمص وصبيت زيت زيان. باش نحط طماطم معجونة على حسب الكونتيتي اللي باش نعملها، باش نحط جوست مغرفتين طماطم معجونة، شوية هريسة، وباش نفوح بالملح والفلفل الأكحل، شوية كركم وشوية فلفل زينة. اللي يحب حارة واللي يحب حارة وحلوة واللي يحب حارة وحلوة، كل حد ذاك اختياري. الفلفل زينة باش نصب عليها طريف ماء سخون، باقي نحل انا نمرق الطنجره نتاعي بالماء سخون يغلي مش بالماء البارد، وميم طون نحل الطماطم المعجونه اللي حليتها. هذايا بالنسبه للصوص نتاع الكسكسي، نخليها هكا تتقلى شويه ونرمي اكل جرينات الفلفل يتقلاو مع الصوص ونهزهم مدامهم يبداو حيين. هذايا بالنسبه للصوص نتاع الكسكسي. هوني عندي السوابع نتاع الصوبيا باش نفوحهم، باش نحط عليهم شويه بصل ملحي، وباش نفوح ملح والفلفل الاكحل شويه كركم كيما العصبه وشويه نعناع وشوية تب. باش نحط قصيت هوني المعدنوس، قصيت معاهم شوية نعناع حي، وباش نحط معاها الجلبانة، شوية جلبانة،
وباش نحط هكا حفنه صغيره شوربه نتاع ورده في عود اللي يحب الروز. انا اليوم اخترت شوربه نتاع ورده كيما اخترت الكسكسي ورده الجيد هو اللي باش نعمل به الكسكسي. توا بالنسبه للتوا سي بون انا باش نكمل نخلط لي زانغريديون هذوما نحشيهم من بعد نورد الساده المشاهدين كيفاش باش نكمل الباقي. بارك الله فيك. انا هنايا باش نبدا نخلطه نتاعي تاع الكيك. نعطيكم المكونات نتاعها: كعبتين عظم، 150 غرام سكر، 100 ميلي كريم فريش والا كعبه ياغورت ناتوريل، 100 ميلي زيت، انا خذيت زيت صافي والا زبده مذوبه، انا نختار ديما نخدم الجاتو نتاعي بالزيت، شويه بالكل بانسي ملح خفيفه، زوز باكوات سكر فاني سمارت شيف، شطر باكو خميره بتاع جاتو هو هذايا اللي نحط شطر الباكو الخميره نحطو فوق 250 غرام فارينه سبيسيال جاتو ورده، ديما خميرتي نحطها مع الفارينه، هذه قاعده تاخذوها في لي جاتو باش يجيو منفجين بالكدا، ديما الفارينه نتاعكم حطوها حطوا فيها الخميره طول. وفما 50 غرام كاكاو على خاطر انا اليوم كم باش نخدم لهم كريم او بور فاني باش نحط الكاكاو مع الفارينه نتاعي، نخير نخلطها مع الفارينه 50 غرام كاكاو باش ما تطيرش وقت نجي نخلطها ما يلزمهاش تطير. تعرفوا لي الكاكاو خفيفه ياسر، انا خذيت الكاكاو الممتازه من عند دو كريم هي اللي غامقه وتعطي نكهه بنينه، هذاك علاش معناها فيها دي نيميرو راهي الكاكاو فيها 12-24 فيها برشا نمروات نتاع القوه نتاع الكاكاو، معناها اسكو الكاكاو قويه ما يلزم والا اقل والا انا خذيت من معناها من الكاليتي الباهيه اللي باش نخدمها. اول حاجه نعملها ناخذ نكسر العظم نحط عليه السكر نركضه مليح حتى لين يولي كيما الكريمه، نحط عليه السكر فاني ما تنساوش ديما السكر فانييرا او سمارت شيف الباز نتاع نجاح الجاتو نتاعكم على خاطر تعرفوا اللي العظم كي يسخن بطبيعته يعطي ريحه العظم، هذاك علاش انا ما نحركش حتى شيء الا بالسكر فانيي سمارت شيف. نركض هذوما من بعد نخلطوا الباقي مع بعضنا يا فاطمه. ميرسي لي شيف. احنا تويكا باش نحكيو عربا بيك شنو المشاكل اللي فيها، هذاك علاش معنا سي حسام منصري. نعاود نقول هو شكون بالذات، هو ممثل على الغرفه النقابيه للمؤسسات الصناعيه للملابس المستعمله والغرفه النقابيه لتجار الجمله الملابس المستعمله. عاود رحب بيك سيدي. مرحبا. مرحبا بيك. دونك شنو المشكله نتاع الفريب وشنو حكيت انه نهار 20 ديسمبر باش يقص القطاع هذا ولا ما عادش باش نلقاو؟ احنا نهار 20 ديسمبر يعني الغرف الزوز قروا باش يدخلوا في اضراب مفتوح عن العمل يعني الى حين الاستجابه للمطالب نتاعنا. يعني احنا توا منذ سنوات قدمنا يعني مقترحات لتنقيح قانون 95 اللي هو ينظم القطاع نتاعنا، فما جمله من الفصول اللي احنا نشوفوا كونها ما عادش تتماشى مع واقعنا اليوم. يعني ما رانا اللي السلطات يعني ما استجابتش للمطالب نتاعنا. شنو المطالب نتاعكم باش الناس تكون فاهمه؟ مطالبنا باش الناس تكون فاهمه. احنا نطالبوا اول حاجه ساعه بالترفيع في الحصه السنويه للملابس المستعمله، يعني باش نوضح احنا راهو الكميات اللي تجينا من الخارج الكل ما عندناش فيها الحق الكل باش نحطوها في السوق المحلي. يعني فما من عام 92 فما لجنه معناتها حدت 10500 طن نوضعوها في السوق المحلي. 92 ماهوش 2019، نحكيو على 27 عام. باهي. النسبة نتاع السكان زادت، الظروف الاجتماعية الوقت هذاك والوقت هذا ماهيش كيف كيف. يعني احنا اليوم السوق قادر باش يقبل 30 ل 40 ألف طن، ما فيها باس يرفعونا في النسبة هذيا، يعاون زادة حتى في التحسين في الأداء الجبائي. اللي كنت تقبضوا في 10500 غدوة تقبض قدوا 3 و4 مرات. هذا للدولة؟ بيسير هذا للدولة. يمكنونا زادة من وضع كمية من الجلود والأحذية المستعملة في السوق المحلية. احنا قبل كنا نتمتع بها الحصة هذه. عام 95 منعونا، ما منعوناش احنا بركة عام 95، منعوا زادة المهنيين معناتها التجار اللي يجيبوا جلود والأحذية جديدة من الخارج. عام 2005 ترفع المنع، يترفع عليهم هم احنا ما يترفعش علينا، ما نعرفوش علاش. زاد طلبنا قلنا راهو
كاليتيتك. لا مش كاليتي، السبب اللي هما قالوا حمايه للصناعه التونسيه. لا مش صحيح. مش صحيح، على خاطر احنا عمرنا ما كنا معناتها ننافسوا فيهم. هما توا التجار الجلود والاحذيه يستوردوا بقيمه 200 مليون دينار سنويا. جلود ومواد اوليه 200 مليون دينار. يعني وين هون حمايه لل، مش صحيح الكلام هذايا. فهمت كيفاش؟ وكما يعني الدول الاوروبيه يتباع فيها، يعني احنا باش نكونوا نصنعوا قد ما تصنع الدول الصناعيه البرة، لا. وتلقى جديد وتلقى القديم، يعني ما هو ما فيش مشكل، ومعناتها وما فيش حتى زاد ضرر على سلامه المستهلك. عندنا زاد طلب اخر، دونك هذوما زوج المطالب الاساسيه اللي هي تمكيننا من وضع اكثر 12% من قيمه وارداتنا، يعني 12% نوضعوهم في على شكل جلود واحذيه في السوق المحليه. وتمكيننا زاد من ترفيع الحصه الوطنيه ل 30 و40 الف طن سنويا. هذا فيما يخص مطالب المؤسسات الصناعيه. نجيو توا للتجار الجمله، تجار الجمله زاد عانوا برشا من عانوا برشا زاد من قانون 95. تجار الجمله ممنوعين باش يتاجروا بين الولايات. تاجر الجمله معناتها ياخذ رخصته في تونس، صحيح من حقه في تونس، صحيح من حقه يتزود من اي مصنع في تونس. لكن اذا هو رخصته في تونس ما ينجمش يبيع في اريانا. تاجر الجمله راهو وقت اللي شرى سلعه من عندي انا مؤسسه تونسيه، والسلعه هذيك متونسه مخلصه معاليم ديوانيه، ما فماش علاش باش نحصروها دور في ولايه بركه. هو بين ظفرين سامحني، حتى الدول اللي تتبنى انظمه فيدراليه، يعني لكل ولايه عندها ميزانيتها تسمح بالتجاره بين المدن. اي ما بالك احنا في تونس، يعني علاش عملنا احنا القانون هذا؟ مش زعما باش نعطيو فرصه لعباد اخرين باش يلقاو خدمه زاده ولا؟ يعني اذا كانت عندك تاجر جمله في تونس، نقاو تاجر جمله في نابل، تاجر جمله في قصري، فهمت؟ لا ما احنا هوني ماناش نقاموا في الاحتكار، بالعكس انت توا الرخص هذايا خاطر هما زاد عندهم نظام نتاع حصص زاده كيفهم. تاجر ياخذ 5 طنان، تاجر ياخذ 20 طن، التاجر اللي عنده 5 طنان ينجم يخدم اكثر، واللي عنده 20 طن يعني ولات معناتها فما حتى متقلقين، ولات فما معناتها بيع لي ونعطيك رخصه وكذا، يحبوا يرفعوا نظام الحصص عليهم. فهمت كيفاش؟ وما فيها باس يا اخي، هي القباضه اللي في ولايه تونس والقباضه اللي في ولايه اريانا كلها تصب في خزينه واحده. اي ما باش نعطيو، قلت لك اكثر شانس باش نقوا اكثر. لا ما فهمت. لا سامحني، هو التاجر اكثر شانس. التاجر وقت اللي هو معناتها يشري عنده سلعه تتباع كان في الجنوب التونسي، ولا تاجر الجنوب عنده سلعه تتباع كان في الشمال التونسي. هو يبيع بالغرو، معناتها انا عندي معناتها ان غروسيس باش ناخو، اما انا باش نبيع للعباد اللي هما اون ديتاي، وسامحني لي اون ديتاي تلقاها اليوم ناصب في تونس غدوه في نابل، معناتها السلعه باش تدور في معناتها هوني نحكيو على لي غروسيس، ما نحكيوش اللي على اللي الفريب اللي هي باش تمشي اون ديتاي. هذوك مش نلقاهم في الاسواق الكل، يقول لك انا اليوم في معناتها حيطه ضامن، انا في سوق الجمعه، انا يدوروا معناتها هي السلعه باش تدور في الولايات. معناتها هوني توا هو قبلنا كونه هو يبيع التاجر، التاجر ينجم يتجول بين الولايات، وما قبلناش كونه هو يبيع في الولايات الاخرى. لا هكاك مش خليه نفس الحكايه، يعني تنجم تعيش لانك انت. لا لا ما نشوفش انا معناتها بالحق، معناتها ما نشوفلوش هذا المطلب فيه علي. هذا مطلب مرفوض من اللجنه هذه. اي ما فماش علاش، يعني هي السلعه ادوا سيركيلي نورمال، يعني مش كان يعني من تونس يبيع يبيع الصفيق ويبيع المستير ويبيع السوسه، دونك خلي كل واحد يبيع في بلاده. وحاجه اخرى كان تقول لي هوني لي غروسيس في تونس في ارينا من اللي ياخذوا في الجهات، هكاك حاجه اخرى معناتها اللي يشريوا معناتها لي غروس كونتيتي، خاطر نعرفوا احنا في الفريب فما الباله هذيك تسوى كالسوم، فما حوايج يعرفوهم اللي كاليتي مديحه، كان هما احتكار هوني في تونس الكبرى وما يوصلوش للجهات، هذيك تولي بالحق مشكله. شوف هو 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 الاصل في الاشياء، اي سلعه تخلص معاليم الديوانه نتاعها يلزمها السيركول نورمالمون، يعني في كامل تراب الجمهوريه، ما فماش علاش انت باش تحصرها. وحصرته هو مثلا ما يبيعش في تونس، الكليون نتاعو هزها معناتها هذا مطلب المطالب، مانيش باش نحكي عليه. هذا مطلب المطالب. عندنا مطلب اخر مهم ياسر، بائعي التفصيل. بائعي التفصيل ما يتمتعوش برخص مهمشين. يعني تبدا عنده راس مال ب 2000 3000 دينار، معناتها يبدا عامل حانوت ويدو على قلبه ويقول تو غدوه يجيوني تو يخفيوني تو نحيوا لي راس مالي. تقريبا 200 الف تاجر تفصيل في البلاد ما عندهمش رخص، القله القليله وعندهم رخص قديمه.
يعني انا اليوم هم اللي تهربوا سامحني استاذ، هم اللي تهربوا من الرخص، يقول لك انا نعمل ديكلاراسيون باتون نقعد نخلص عليها في الاداءات والاداءات الجمركيه والاداء والتيفيا، فما برشا ناس ما يساعدهمش راهو يعملوا رخص اداءات جمركيه، هو يدور بنصبه اليوم خذ ماكش تحكم عليه انت الجمركيه يعني سامحني في الكلمه، اما يقول لك انا اليوم ما يساعدنيش انا ما عندهمش اداءات يا صفاء، لا ما عندهمش ما عندهمش معاليم ديوانيه باش مش ديوانيه مش نحكي على ديوانيه نحكي لك انا البيع المتجول اليوم اغلبيتهم همش عندهم حوين، فما العباد عندهم نصب يقول لك انا بدي ما يساعدنيش نعمل حانوت نقعد نخلص انا في الـ في الـ في, الـ في الاداءات ولا نخلص في باه 200 شهور شرع له صحيح. شرع له وراقبه اي وعاقبه اعطيه القانون يعطيك الصحه انت توا وقت تعمل هما 200,000 كي تعمل انت 1000 دينار باش تسند الرخصه ب 1000 دينار مثلا 1000 في 200 مليون دينار معناها نحكيو على ارقام كبيره ياسر خرب اللي بالسرقه وهو يولي منظم ومعناتها ما عادش يبدا يخدم ومخوف يعطيك الصحه لوجيك يعني هذايا توا اجمالا يعني المطالب نتاعنا فهمت كيفاش والدوله شنو هو معناتها علاش انتم جيتوا ل 20 ديسمبر قلتوا اكهو احنا باش احنا 20 ديسمبر احنا ما عادش كان نورمالمون الناس الكل سمعت الديوانه خرجت منشور في 22 نوفمبر 2019 تجرم فيه فرز الجلود والاحذيه فرز الجلود والاحذيه داخل المستودعات الصناعيه احنا هذايا يعني يخالف الفصل 2 قانون تاع 95 علاش ساعد ديوان اخذت القرار هذا؟ ما نعرفوش ابو لا ما نعرفوش يعني خذوا قرار معناتها احنا جيت يعلمونا بالقرار هكا يعني ما صارش كلام وما صارش نقاش معناها هات نفسروا المواطن التونسي معناها انتم كي تجيو توردوا السلعه من برا فما معامل هي اللي تفرز الديوانه قالت لكم ممنوع تفرزوا الصبابط والجلد في المعامل هذه هكا ولا؟ ملي بدا القطاع هذايا في تونس يخدم عمرنا ما سمعنا ولا ديوان نهار خرجت وقالت ممنوع فرز الجلود والاحذيه داخل المستودعات الصناعيه. من وين يتفرزوا؟ نعم؟ وين يلزمهم يتفرزوا؟ يعطيك الصحه، والسؤال يطرح نفسه. يعني احنا كنا نفرزوا ونبيعوا في السوق المحلي. عام 95 منعتني. ولينا نصدروا. توا اليوم لا، يقول لك نشدك تخاوي فرده بفرده مهدد بالسجن. يعني لا تبيع في السوق المحلي وهذا مطلب وهذا حق ولا زاد تصدر. يعني هذا في مصلحه شكون هذا؟ يعني احنا توا نطمحوا باش نعملوا قوانين تصلح لنا فهمتني ولا المهنة في القطاع ولينا نلوجوا معناتها باش نرجعوا باش نرجعوا معناتها باش ما نرجعوش التالي يعني هذا يعني ماهوش معقول الفصل الثاني قانون 95 ينظم المهنة نتاعنا ويسمح لنا بفرز كل ما في الحاويات بما فيه الجلود والأحذية ويتخسلوا وأنا هذوكم الجلود والأحذية نشري فيهم بالفلوس راه ماشي ناخذ فيهم بلاش راه نشري فيهم بالفلوس انا ما نبيعش في المارشي لوكال في السوق المحلي سامحني وزاد ما نصدرش وين تصدر انت قاعد تصدر وين نصدروا نصدروا لافريقيا نصدروا للهند نصدروا لباكستان فهمت يعني نقولوا الدول اللي اكثر افريقيا يعطيك الصحه الاكثر افريقيا الاكثر افريقيا فهمت به وهنا شنو حكيتوا مع الديوانه ولا حكيتوا مع وزاره الصناعه لهنا شنو كان رايهم احنا علاش عملنا الاضراب لانه يعني ما فماش تجاوب منهم ما فماش تجاوب يعني احنا مراسلات عندها توا سنوات يعني احنا ما وصلناش للتصعيد هذايا يعني من فراغ سنين واحنا نراسلوا سبق واستدعاونا فما لجنه هي وطنيه ترأسها وزاره التجاره وتشكلت على اساس معناتها باش تبحث في تنقيح القوانين وما فما حتى شيء طلباتنا سنين يعني محطوطه على الطاوله وما ينظر فيها حتى حد في بالك اول مره مثلا اذا كان المواطن التونسي كيما المواطن الكل معناها عمرنا ما شكينا انه عندكم مشكله لخاطر تبارك الله كل مره نلقاو حانوت جديد نتاع فري بحال كل مره حكايه معناتها عمرنا ما شكينا انه القطاع يشكو من حكايه خدناه احنا قرار هذا من الدوله ولا من الوزاره انه هو باش يقف القطاع هذا في 20 ديسمبر خاصه حكايه الجلد هو الاكثر حاجه معناها هي طلعت الحكايه انه انتم عندكم مشاكل عندكم مطالب قديمه ما تحققتش وانكم ممنوعين من الفرز بطلب من الديوانه انكم تفرزوا الجلد والاحذيه دونك في التصعيد تشوفوا حل انتم احنا اول ديجا اليوم انا قبل ما نجي يعني سمعت حاجه باهيه معناتها اللي رؤساء الغرف الزوز نتاعنا يعني استدعاهم السيد مدير عام الديوانه بالضبط يعني هذايا احنا رانا منفتحين الحوار يعني احنا راهو مش معناتها قلنا باش نساعدوا ولا معناتها غايتنا كونا باش نحيو ولا نقطعوا فهمتني ولا الملابس المستعمله من البلاد فهمت لا صالحنا ولا صالح المستهلك التونسي لوجيك. اليوم يعني كبادره مشكوره الديوانه يعني بادره هذه طيبه ونتمنى زاد وزاره التجاره زاد تعيطنا لان هي ترأس اللجنه اللي هي باش تنظر في على خاطر فما تويك ماك تعرف تويك تبدلوا الوزراء ممكن هذاك علاش فما تحسوا
فما مشكله صغيره معنا. والله تبدلت خاطر لانه دوسي قبل ما حتى ما تصورش وزير في اخر جمعه ولا جمعتين باش تحويل وزيري دونك فما تسليم مهام فما عباد تستنى. هو يحكي خاطر عنده برشا المشكله. والله شوف احنا معناتها ماهوش العام الاول ولا العام الثاني ولا العام الثالث، بالعكس يعني احنا كل مره مضايقين في تجديد رخص التوريد، كل مره يطلع لنا فهمتني ولا معناتها مناشير تكثيف الرقابه يعني حتى في الميناء، رانا ناس نخدموا احنا تحت رقابه الديوانه. ما فماش حاجه تمشي هكا ولا هكا الا والديوانه في بالها بها، معناتها علاش نزيدوا قلاخر في الطين بله، نزيد رقابه على رقابه على رقابه معناتها ما فيها باس نتنظموا ونقحوا القوانين هذيا هو مطلبنا الرئيسي. وسورتو يعني لفته زاده للتجاره الداخليه، الفريب لفته للتجار الجمله معناتها يمتعوهم بالتجاره بين الولايات، وزاده تجار تفصيلي مكنوهم رخص. وكما معناتها انا ذكرت لك رقم يعني كبير برشا، نحكيو على 200 مليون دينار نجم الدوله تستنفع بهم كي تعطي رخص للعبادين يعني الصحه، باش ما عادش حتى انسان يقول القطاع تاع الملابس المستعمله ناس تاخذ وما تعطيش، لا ناخذ ونعطيه ومستعدين باش ننفعوا بلادنا. وهذا هو. مشكور سي حسام منصري ممثل عن الغرفة النقابية لمؤسسات الصناعية للملابس المستعملة وكذلك الغرفة النقابية لتجار الجملة الملابس المستعملة. ويظهر لي لهنا علاش لا ما نظموش قطاع وما نخليهوش هكاكا مهمش، خاصة أنه التوانسة الكل قاعدين يستعملوا في الروبافيكا ونشوف معناتها من منطلق أنا ونعرفش أنتم البنات ولا عمره ما كانت روبافيكا تزاحم في الصناعة ولا النسيج المحلي، خاطر كل حد عنده السوق نتاعو عنده الكليونات نتاعو. وهكا زاد باش نعاونوا المعامل التونسيه انه تحسن في الجوده زاده باش هي زاده نمشيو للمعمل التونسي نقضيو من عنده باش نشوفوا روبا بيك. يشري جديد كما يشري القديم. وي راهو فما حاجات لازمهم يشري مقدم. انا اليوم معناتها نفرح وقت نشوف اللي في الكياس ما نجمش نفرق بين اللي لابس من الفريب واللي لابس جديد. الحمد لله. توا احنا يعني اصحاب مهنه وعندنا عين تفهم. مرات نغلط نعيط للعبد ونقول له بجربي من شريته يقول لي من الفريب. معناتها نعمل كيف؟ فهمت كيفاش؟ ان شاء الله نعملوا كيف زاد في النسيج والصناعه نتاعنا المحليه. نرجع وحده للشيف. مرحبا مره اخرى، مرحبا بضيوفك يا فاطمه. هاي فاتن هوني قريب يحضر هالعصبين هذا. اي نعاود لكم كما قلت لكم قبيله، ركبت الصوص نتاع اللي خلطوا توا الصوص نتاع الكسكسي، حطيت الزيت والحمص وقسيت بصله على اربعه وفوحتها ملح وفلفل الاكحل وكركم وهريسه عربي مغرفتين طماطم معجونه ومرقتها وقليت ديك الجرينات فلفل وهزيتهم. هذه بالنسبه للصوص نتاع الكسكسي. والصوابع نتاع الصوبيا قصيتهم تروف كيما وريتكم قبيله وصمتهم شويه وفوحتهم بالملح والفلفل الاكحل، شويه تابل شويه كركم شويه نعناع شويه فلفل زينه، هريسه عربي حطيت فيهم شويه ثوم كيما افاح العصبان كيف كيف، وحطيت بصل ومعدنوس وشويه نعناع تري قسيته جيد. وتوا باش نحط شويه شربه نتاع ورده، شويه جوست مغرفه نتاع قهوه خاطر ماهيش في كونتيتي كبيره في بلاست الروكس، وباش نصب عليها شويه زيت زياد، وباش نحشي الكعبات السوبيا كيما وريتكم قبيله اللي خيطتهم. ناخذ كل كعبتين مع بعضهم لصقهم يبداو يلزمهم يكونوا فرد كبر ونخيطهم ونخلي شويه هوني اللي باش نحشي فيه الحشو هذا. وانتر طون الماء هذايا طاب، الطماطم غلات بالكدا ومرقتها، باش نرمي كعيبات بصل صحاح وباش نحط انتر طون الكسكسي يفور شويه ملح. اخترت اليوم كسكسي ورده جيد، حطيت عليه شويه ملح باش نصب عليه شويه زيت ونحط عليه شويه ماء ونحلو مليح مليح ونحطو يتفور على الغاز. بارك الله فيك فاتن. انا هوني كما تشوفوا لي كوب كيك ركزت العظم والسكر والسكر فاني مع بعضهم، معهم قرصه صغيره ملح. توا نجي نحط اللي غرطه والا الكريم فريش كما قلت لكم، اما 100 ملي كريم والا كعبه ياغورت كامله ناتور نحطهم ونخلط بشويه. وقت نحط هذايا ما عادش نركض على خاطر الركضان يولي يطيح لي الخليط اللي ركضته كل اللي زوزته هو في وسط العظم. اذا كان نركضوه كي نحطوا الزيت والكريمه راهو العظم يتيح لهو الكل يتيح، يلزم نخلطوا تخليط. توا ما عادش ركضان يولي جست خلطان بالفوي والا بالسباتول والا باللي تحبوا انتم، المهم ما عادش تركضوها.
هذية الزيت تخلط، الكريمة تخلطت، وإلا اليغورتة طبيعية اللي قلت لكم تحطوا يغورتة ناتوري. نجي نلم هذا الكل. عندي هوني الكاكاو والخميرة والفارينة وردة سبيسيال جاتو. خميرة متاع جاتو سمارت شيف هي اللي باش عملت بها، حطيتها في وسط الفارينة متاعي. ديما رغم اللي فارينة نظيفة والكاكاو قلت لكم أنا نستعمل في الكاكاو من عند دو كريم اللي هي يعمل اختصاصي في كل ما هو يمس الباتيسري، معناها كل حاجة تحبوا تعملوها في الدومين متاع الباتيسري تلقاوها عند دو كريم، معناها لي برودوي دو كريم فيهم كل المنتوجات اللي تحبوا تعملوهم في دومين الباتيسري. هوني نجي خذيت أنا من الكاكاو الهيلة متاع دو كريم، نجي هوني نغلي مغربل مليح، يلزم تهبط مغربله باش اذا كان فما كعبوره نتاع كاكاو ولا فما كعبوره نتاع خميره ولا الفارينه كلها تهبط، رغم اللي هما انا واثقه من البرودوي نتاعي، مي الفارينه تتهوى كي نهبطوها هكا بالغربال ولا بالمصفى الصغيره، الفارينه تتهوى وما نلقاوش ساعه ساعه اكلي طاقة وقت تجيب الجاتو متاعك تلقى كعبورة في وسطها على خاطر تلهثت عليها الليكيد وهي ما هبطتش مغربلة. هذاك علاش نغربلوها، راهو السلعة متاعنا تشوفوا ديما يقولك هوي الفارينة وهوي البرودوي اللي باش تحطوا كل ما هو بودغ تهويه، هذاك التهوية متاع الخليط متاعنا. نبدأ نحركوا فيها هكا بالسياسة باش ما نطيحوش الركضان اللي عملناه بالمغيز. نجي ونحركوا مليح. خذيت انا دي مول الومنيوم حطيت فيهم دي كاسات، انا سلعتي كل جبتها من قلت لكم من عند شركه دو كريم اللي هي في تونس، هي اللي وفرت لي المنتوجات باش نصنع كل شيء، معناها عندهم لي ماتيير بروميير، عندهم كل ما يصلح للباتيسري والخدمه الحلو بصفه عامه. هلا هوني خلطت هذوما بالكدا كما تشوفوا فيها الخليط نتاعي شباب وممتاز، تشوفوا الكاكاو كيفاش غامقه مزيانه، ومن بعد نزينوهم مع بعضنا باش نخدموا الكريم او بوغ ونزينوهم بعد لا يطيبوا. هذوما باش نحطهم في كوشه 175 يقعدوا حتى لين يطيبوا، كي ننزل عليهم بسكينه بذبابه نتاع سكينه والا كيغدون يخرج شايح، معناها الكب كيك نتاعي طاب، ونخرجوا يبرد قبل ما نزينوا، نقعدوا بعد نخدموا الكريم او بوغ مع بعضنا. ميرسي لشيف، نرجع لكم بعد شويه اكيد ما تويك باش نحكيوا مع اخصائيه العلاج النفسي والحركي بوثينه همامي. بونجور امون. صباح النور. صباح الفل عايزه. بس عليك. الحمد لله. ميرسي. الحمد لله. دونك اليوم باش تحكيوا على متلازمه داون ولا الصغيرات اللي عندهم تريزومي 21. دونك نعرف مش باش نحكيوا الطب احنا لهنا، مش باش نعرفوا الاسباب والعلاج وغيره، ولكن باش نحكيوا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الصغيرات هذوما. به هات نفسروا ساعه للناس شنو نقصدوا به احنا متلازمه داون. داكور، هي متلازمه داون ولا لو سندروم دو داون والا لا تريزومي 21. هي تريزومي 21 تنجم تفسر لنا هي شنو هي سمالادي، شنو هي بالضبط. به هي اولا هي مجموعه من الصفات الجسميه والنفسيه تكون صفات معينه. انا ديما نميل للتفسير العلمي اكثر خاطر باش نقرب هكاك للعباد اكثر، وتعرف انه كل مالادي معناها كوسوسوا بسيكولوجيك والا سوماتيك راهو عندها لوريجين نتاعها. التريزومي 21 هي لوريجين نتاعها هي شنو؟ هي تغير في الجينات، يعني احنا كيف نجيو نحكيو على ان تريزوميك عنده صفات معينه في جسمه في بدنه في كل شيء، من بعد نحكيو عليهم هما شنو هما، اكيد فما اوريجين، فما حاجه صارت في البدن اللي خلت الشيء هذاك يظهر على البدن، واللي هي التبديل في الجينات. تبديل في الجينات هذا ان اكسيدون يصير اونتر لي كروموزوم. لي كروموزوم بالطبيعه اللي فيهم لاديان فيهم المواد الجينيه، يعني الموروث الموروث صحيه الجينات، يعني الموروث الصفات اللي ياخذوا من الام ومن البو. بيان سور شيء هذا والاكسيدون هذا جينيتيك يصير يعني قبل الولاده برشا. شنو اللي يصير؟ احنا نورمالمون عندنا باش نحاول كالعاده نبسط على الاخر باش لي بارون اللي قاعدين يتفرجوا فينا ينجموا يفهموا لانفورماسيون دو كوا ساجيتيل بالضبط. احنا الماتير معناها جينيتيك نتاعنا سو فورم دي كروموزوم والا نسميوهم بالعربي الصبغيات. نورمالمون نلقاو عند الانسان الطبيعي 46 يعني كروموزوم صحيح، ويكونوا على شكل ازواج، يعني كل جروب نلقاو فيه دو كروموزوم. صحيتك في الجروب نيميرو 21
في بلاصة باش نلقاو دو كروموزوم، يعني كروموزوم باترنيل وكروموزوم ماترنيل، نلقاو تروا كروموزوم. الكروموزوم الزايد هيكي هو اللي بطبيعة باش يتسبب في تغير الجينات وفي تغير المظهر، ونلقاو معناها صفات معينة أكيد جسمية، كيف ما مثلا العين بلغتنا احنا توينسا نقولوا مسحمة شوية، معناها هكا تبدا مليانة، تبدا مجبودة الفوق، تبدا صغيرة، وذنين صغار، رقبة قصيرة، فم صغير، البروفيل اللي هو معناها المظهر الجانبي للجسم يكون تحسه أبلاتي، معناها مسطحة شوية، ليدين دو لا ميم فاسون، الرقبة الليدين والساقين يبداو قصار. والحاجة يمكن المهمة أكثر ولهنا لي بارون أنت نجم تفيدهم برشا، اللي يبداو عندهم التوتر العضلي ضعيف. معناها التوتر العضلي يعني نقولوا صغيرات ايبوتونيك دو تيل مانيير، يبداو معناها المفاصل نتاعهم يعني ضعيفه صغير، تقول اون سيبوز باش ديما نعطي اكزامبل نقرب به المشهد اكثر، باش يهز الكيس تحس كانه يعني يده مرفوفه. فوالا هيك شنو معناها ايبوتونيك جينيرالمون، هذوما اللي عندنا هذوما الصفات نتاع صغار، هذوما اللي عندهم تريزومي 21 والا اللي عندهم متلازمه تداون، باش ما نقولش التسمية القديمة به. ما قلت مش باش نحكي علم لهنا ولا شو الأسباب، ما نجم نقدموا نصيحة أنه يلزم الأمهات في الشهر الثاني ولا آخر الشهر الثاني تمشي تعمل التحليل باش تعرف عندها صغيرة شو أحواله. معناها ما ننساوش التحليل هذاك اللي هو مهم برشا، ما يلزمش يفوت على الأقل بداية الشهر الثالث على خاطر وقتها ما نجموش يعرفوه، كان بعد في السانكيم بالتخوادي ولا بالسانك دي تويكا وقتها فماش حل، معناها وقتها يلزم تولد صغير وكهو. هنا نحب نحكي على الجانب النفسي على خاطر نعرفوهم ولا نسمع عليهم صغيرات هذم ان هما ياسر سنسيبل، دونك على الجانب الشكلي عرفناه، الجانب النفسي كيفاش هما؟ سامحني فاطمه جست قبل ما نتعديو احنا للجانب النفسي، راهو كلامك صحيح، معناها احنا لهنا ما نحبوش نحكيو طب برشا، اما راهو فما زاده فما عندنا اولياء مالوريزمون ما يعرفوش صحيت ما يعرفش ما عندوش شكون ينصحو، مثلا امراه مازالت كيف عرست وكل شيء ما تعرفش شنو هي الاسباب. راهو انت كيف تحكي توا وقلت راهو لازم عندنا فحص طبي نقوموا به في تروازيام موا، راهو سي امبورتون، راهو مي في تروازيام موا ولا في سيزيام موا لي تيست اللي نعملوهم وتحاليل الدم وغيره ينجموا يعطيونا لو ريزلتا بوزيتيف. شنو معناها؟ معناها راهو صغير عنده تريزومي 21 لكنها تنجم تكون ماهيش صحيحة. أكثر تيستي هو صحيح هو سي لو تيست دو كاريوتيب. الكاريوتيب معناها باش ناخذ أنا عينة من البلاسونتا اللي هي المشيمية في وقت الجروسيس نتاع لوم بيان سور، في وقتها نجم أنا نتأكد أكثر تيست قطعي معناها حالة وجود التريزومي وإلا لا. وفي الأسباب زادة باش نبسط لهم نحاولوا ديما نبعدوا على حالات الإنجاب، معناها بالنسبه للام بعد ال 35 سنه ولا للبو بعد ال 40 سنه. هو سيفري راهو احنا كيف نشوفوا مثلا امهات في عمر ال 20 وعندهم صغيرات عندهم تريزومي 21، لكن راهو ديما كل وين يزيد العمر اكثر تقوى البورسونتاج نتاع ان نجيبوا صغيرات عندهم تريزومي ميم حتى مش تريزومي صحيح. فوالا هي الاسباب متعدده، اما احنا معناها نحاولوا نتفاديو. بالنسبه للجانب النفسي كيف نرجع لك توا، الجانب النفسي عنا زوج جوانب نفسية، الجانب النفسي اللي عاني فيه ديما البارون. باهي نحب نسأل أنا بوثين اللي هنا، هما الصغيرات كيفاش هما بطبيعتهم كيفاش؟ كيفاش دونك كيل سونس؟ معناها هما سونسيبل كيما نعرفوا وإلا لا، هما يقولوا ياسر يحبوا الصغار، يحبوا الحيوانات، يحبوا الناس. فوالا أكثر كائنات سوسيابل. سوسيابل على الاخر ايمابل دون كيل سونس، ياسر بريئين فيهم براءه برشا، وقت اللي انت تصيح عليه وتغش عليه ما يفهمكش دون لو سونس انت شريره، يفهمك دون لو سونس اللي انت محلاك. فوالا هما صغيرات يحتاجوا لو سوتيان، يحتاجوا الناس تحيط بهم، خاصه كيف نحكيو كي رجعت لك انا من بكري ونحكيو على الليبوتوني، هما صغيرات ماذا بيا خاصه معناها اطباء الاعصاب اللي هما اكثر ناس معناها اون كونتاكت مع لي بارون ومع الصغيرات هذوما، ماذا بينا ينصحوا لي بارون انهم صغيرات هذوما يكونوا في ايكيب بلوري ديسبلينير كيف ما العاده، ايكيب يكون فيه البسيكومتريسيان لورتوفونيست وليرغوثيرابوت اي بوركوا با ان بسيكولوج، باش تصير له احاطه كامله وشامله خاصه في لي كومبيتونس كوربوريل نتاعو، التونيوس مسكولير يقوى اكثر، اللونجاج معناها نتاعو في الكومينيكاسيون تتحسن، خاطر ديما عندهم التايم نتاع اللسان يكون اكبر صحيح اكبر من الانسان الطبيعي، تلمان
مانيير ما ينطقش بالصحيح كما تنجم تكون مثلا البرونونسياسيون تاعو ماهيش ظاهر اورتوفونيست ينجم يعاونو ان بسيكومتريسيان ينجم يحسنو في لي كومبيتونس كوربوريل باش يولي يتحرك كونفينابلمون اي بوركوا با نشوفو صغيرات مثلا عندهم معناها مهن ينجم سامحني صافي ديجا سؤالك انت فوالا باش نسالك هنا علمينا كيفاش الصغيرات نكتشفوا فيهم الموهبه هذه اليوم نراو في العالم حتى في تونس فما ابطال في الرياضه فما ديزاكتور ممثلين فما اللي يكتبوا كتاب يعني يعني ماهمش ناقصين بالحق كما برشا ناس تعتقد الصغير هذايا عنده نقص كالكو باغ لا هما كيفنا كيفهم جوست عندهم حاجات معينه اللي مختلفة والا ما يتقنوهاش كوم يلفو لهنا الباغون كيفاش يفيق بولده والا كيفاش ياثر ولده كيفاش يدز ولده باش يعمل حاجه باغ اكزومبل ارتستيك والا سبورتيف والا اللي هي تنجم تعاون نهار اخر في الاندماج في المجتمع. هما الصغيرات هذوما راهم كيف ما اي صغيرات اخرين اكيد انت كبارون راك باش تلاحظ صغيرك عنده ميولات معينه باش تشوفوا ان فوا هو عنده مع الميوزيك باش تحسوا عنده ريتم معين انا نحسها لمسه عند التيرابيوت اكثر منها عند البارون بارون على خاطر باش يكون مركز على جوانب اخرى مركز على صغيره كيفاش باش يتقدم كيفاش باش يمشي بالكداك باش يولي يتكلم كيفاش يحب مثلا يوصلوا يقرا ينطق هذوك لي بيوت نتاع البارون في مخه هو انه باش يوصل يقرا ويتكلم ويحكي مع العباد صحيت حاجه فوالا اما باش يوصل يخمم معناها ولدي باش يولي معناها بروفيسيونيل في الميوزيك وفي غيرها هذاك سي لو رول دو تيرابوت انت كبسيكومتريسيان انت كاورتوفونيست انت كايرغو تيرابوت صحيت في مليو معناها بلوري ديسبلينير اي سورتو تعدي معاه في اكثر وقت معناها من 9 حتى ل 4 نتاع العشيه نحكي على لي سونتر لهنا نورمالمون تكون عندك هكا النظره هذيك تشوف الصغير في شنو يفلح بالضبط نجم انت وقت صحيح صحيح وقت اللي تعطيه بابي ديسان وتلقاه يعرف يشد القلم وتلقاه ينجم يرسم اشكال علاش ما طورها صحيت صباحين نحب نحكي على جانب اخر اللي هو الانتيغراسيون ونعرفوا في تونس الحقيقه كي تهز ولدك تريزوميك 21 الروضه ولا المكتب راهو ما يقبلوهش وهذا حاجه معروفه على الاخر هوني شنو معناتها انتم كبروفيسيونيل فما حاجه اللي تخلي لي زيكول ولا لي كريش ولا لي جاردان دونفون يقبلوا الصغار هذوما ويكونوا كما انت قلت معناتها محيطين مع صغار اخرين باش حتى هما ينجموا الانتيغراسيون نتاعهم تكون صحيحه معناتها هوني نحب نسال فما الديمارش هذيا توا موجوده في الدوله للاطفال المختلفين ولا كي نحكيو احنا على الانتيغراسيون سكولير راهي مشكله كبيره انا بيرسونيلمون قاعده توا نحكي نخدم على مشكله ولو انه خاطي السوجي نتاعنا نخدم على السوجي نتاع لي ديفيكولتي سكولير الصغيرات اللي عندهم ديفيكولتي سكولير راهو في تونس مالوريزمون مالغري احنا راهو بارمي الدول العربيه معناها الاكثر وعي معناها بالمشاكل النفسيه هذه والمشاكل اللي يعانيوها خاصه الصغيرات لكن مالوريزمون في لي زيكول راهم يتمتعوا كان بربع ساعه زايده في الاكزامان وكهو ما فماش احاطه ما فماش معناها دي تيرابي موجودين في ليكول ينجم يتولهاو بهم وغيره لهنا كيف نرجعوا للسوجي نتاع تريزومي 21 راهي كيفها كيف ما اي معناها مالادي والا ديفيكولتي عند صغير ديما احنا على خاطر ضعف ما نعرفش كيفاش باش نفسرها معناها الوزاره ما تنجمش صحيت ولا حتى الوزاره ما تنجمش باش تزيد تبنى معناها دي تيرابوت وتحطهم زاده في ليكول ويكونوا تابعين وزاره التربيه وغيره وغيره معناها مشاكل كبيره لكن راهو زاده حتى كتفسير علمي احنا الصغيرات هذوما اللي عندهم تريزومي 21 وغيرهم صغيرات اللي يعانيو وعندهم دي ديفيكولتي احنا كيفاش نعملوا لانسيرسيون سكولير نتاعهم والانتيغراسيون سكولير نتاعهم راهو زاده لازم ناخذوا اون كونسيديراسيون اللي هما عندهم ديفيكولتي راهو سي فري احنا كيف ندخلوهم في جاردان دونفون باش نخدموا عليك معناها ليميتاسيون راهو كي يقلد لي صغير اني نجم نسعى ان انه يولي عنده كومبورتمون اونتر غيمي نورمال باش يولي يقتدي بصغيرات تنقص لاجيتاسيون ينقص كذا ينقص كذا مانيش نحكي كان على تريزومي نحكي على تولي ديفيكولتي لهنا اما وقت اللي انا نعديه نهار كامل في جاردان دونفون راهو زاد مش باش نستنفع برشا حاجات خاطر عنده دي كومبيتونس صحيت وعنده دي ديفيكولتي لازمهم يتخدموا معناها لي بارونت اللي يخدموا على الاوتيزم لي بارونت اللي عندهم لي ديفيكولتي معناها دو سو جونر تريزومي 21 وغيره وغيره انا راني ننصحك حطوا في جاردان دونفون حطوا مع صغيرات نورمو حاجه باهيه انه باش يقتدي بهم ويقلد مي اون باراليل لازم يكونوا ساعه ولا ساعتين في النهار لكن اون باراليل لازم يكونوا مختصين صحيت بثينه لهنا شنو نجم نقولوا للاولياء اللي عندهم صغيرات ممكن عندهم متلازمه داون والا الناس اللي يتعاملوا معاهم اقاربهم خواتهم كيف يلزمنا نتعاملوا معاهم الصغيرات هذو اسكو هما سونسيبل برشا
اسكو هما نجموا نعملوا عليهم كيف نجيو نتكلموا معاهم نجرحوهم ممكن بكلمه خاطر نصرفوا عادي هما لا يستوعبوها بطريقه اخرى كيفاش لازمنا نتصرف اول حاجه ولازم فما اشاعات معناها فما حاجات نحسها اشاعات انا تتقال عليهم ماذا بيك انت تزيد تعطي اكثر معلومات اشاعات دونك بما معناه معناتها يقول لك وسامحوني يا جماعه يقول لك مثلا صغيرات هذو ما يعيشوش برشا صغيرات هذو ما تنجمش تعمل عليهم ياسر يلزمك ديما شد معناتها تشد وانت تهز وتعمل خاطر نجم يضيع فهمت الجو هذا بيه فيما يخص ما يعيشوش برشا فيما يخص ما تنجمش تعمل عليهم وغيره وصغيرات هذوما راهو اول حاجه انا مش نخرج على تيتر العلمي وكل شيء اعمار بيد الله انا والله درنييرمون فاطمه صارت لي مشكله مع اون بارونت جاتني وما كانتش تعرف اللي بنتها معناها عندها تريزومي 21 وكانت عامله معناها انتيغراسيون سكولير وتقرا مش في بالها جوست عندها ديفيكولتي سكولير اكاها هي على خاطر الي ان بو اوبيز فهمت دو تيل مانيير صحيت اللي كاركتير فيزيك معناها ما ظهرولهاش فهمت مشات عملت تيست دو كاريوتيب وكل شيء وتاكدت اللي بنتها عندها تريزومي 21 صدمتها واول حاجه وجاتني في حاله من الانهيار امان بنتي مش باش تعيش برشا شفت هذه خاتم الحاجات اللي نسمعوهم راني جبتها من راسي لا الاعمار بيد الله كيما جاوبتها هي باش نجاوب الناس الكل اللي هنا واللي عندهم الحق معناها يخافوا على صغيراتهم راهي الاعمار بيد الله سي دو 1 دو 2 راهو صغيرات هذوك تنجم تعمل مع عليهم ينجموا يوصلوا لبرشا حاجات وقتاش دونك كلكا وقت اللي انت تخدم معاهم راهو كيف ما اي صغير عنده ديفيكولتي هما ديفيكولتي نتاعهم معناها في الكوربوريل ماهمش ماجور معناها اذا كان باش نحكي شو مشكل عندنا برشا جوانب من الداخله من بينها مثلا الاستاد انتلكتويل لو كيوي نتاعهم اللي هو الكوسيون انتلكتويل مالوريزمون هو اقل من العادي دون سارتان كان يبداو مثلا عندهم تاخر ذهني كبير اذا كان عندنا صغيرات تاخر الذهني نتاعهم متوسط ماهوش معناها حاجه جراف نميولهم كل ما هو كوربوريل ينجم يفلح في صنعه ينجم يفلح في حاجه انا نخدم برشا انا فما سونتر ايتاتيك ديجا انا فيه وصغيرات ديجا معناها دخلوا في توسكي سوسيال يقضي وحدهم يمشي وتعمل عليهم ويخدموا ويقراوا ويكتبوا راهو كل ما يروج عن لي صغيرات هذوما اللي عندهم تريزومي 21 ما تعملش عليهم ما يعيشوش برشا سي باجي فقط لازمك انت تتعب معاهم بالضبط وانا بالحق ناكد لكم على حكايه العمر وكل شيء انا خاطر نعرف على الاقل زوز من الناس تبارك الله واحده عمرها ايش و40 والراجل ذولي عمره ايش و60 سنه دونك هذا راني انا سالته سؤال كيما اي واحد يساله خاطر نعرف السؤال ممكن يجرح برشا اولياء اما راه خاطر هذا المعروف وهذا ما يقال معنا اون جينيرال هذا فرصه باش نفسروا الناس راه مش صحيح ما عنده حتى دخل التريزومي بالعمر دونك ميرسي بوثينه ميرسي بوثينه همامي على المعلومات هذه الكل اللي هي أخصائية في علاج النفسي الحركي نخرج فاصل ونرجع